على بيان مشترك. ليلى إبراهيم، كان الحوار على مدى السنوات العشر الماضية أنا ومن بعد الطوفان. هي دي ببساطة ليلى. ألو، أنت فين؟ مش اتفقنا أن أنت هتيجي؟ لا لا لا، أنت كده مكبرة الموضوع قوي، مفيش حد عارف حاجة. طب يلا جهزي، أنا هاجي أخدك دلوقتي. باي. مروان رايح فين؟ واو، you look beautiful. هروح بس أعمل مشوار بسرعة وأرجع. مطرش بطل بكش، الناس دي كلها جاية علشانك، وبعدين أنا مش عايز أفضل لوحدي. يا ماما الناس دي انا مش فارق لهم بحاجه، هم هنا بس عشان انتوا عايزينهم يبقوا هنا. وبعدين قلت لك مش هتاخر. اوكي تعالى هنا. رايح ايه؟ تجيب الهنم؟ اني هنم فيهم؟ الهنم بتاعتي ولا الهنم اللي مش عايزه تكوني لوحدك لما هي توصل؟ ماما عرفتك. الو، ايه يا حبيبه انت فين؟ طب يلا يلا تعالي بسرعه. ابنك بقى زاهد بالظبط، بيحاول يثبتني. معزومه ولا بترمي جدتك؟ وانت مال امك؟ بلاش سيره الامهات دي، عيب. الله يرحمك يا ماما. امك انت ما يجص عليها الرحم، بتكذب عليك، عايز توقع بيني وبينك. الله العظيم انتوا ناس نكديه. في ايه؟ النهارده عيد ميلاد الولد، ما تقعدوا شويه. مع اذنكم. ما هو لما انت كل سنه تعمل عيد ميلاد الولد بتفكرنا قد ايه انت عجوز. يا عجوز. قال يعني الواد ابن امبارح، ما انت كمان عجوز. اتكلم عن نفسك. كل سنه والواد طيب. وانت طيب. ايه الاخبار؟ مستني رساله. اول ما توصل طمني. ايه اللي عملتيه امبارح ده؟ ريحت وحشه، وبقى استنضف شويه. انا مش هطلع تاني مع زباين معفنين. نعم يا اختي، هو في دكتور بينقي العيانين بتوعه؟ بقول لك ايه يا جمانه، انا ما ينفعنيش طريقه الشغل دي، انا راجل عيش وملح. عيش وملح ايه؟ ايه يا دودي؟ ما تفوق، ده انت لسه ما شربتش. انا جمانه يا بابا، انا عارفه كويس قوي انك ما تقدرش تستغنى عني. لو تقدر كنت عملتها من زمان. وبعدين احنا فيها ما تيال، قول يا فراق فراق بفراق، وايه يعني؟ انا مش هعمل كده الا بمزاجي. عاجبك على كده عاجبك، ويلا بقى يلا امشي من وشي لحسن انت نرفزتني. جاتك البلف نكدك. انا واقف معاك بعمل ايه؟ انا اروح اشرب شمبانيا ساقعه وطعمه وبالطرقة. انصرفي انت دلوقتي. والله كنت متأكد هتجننك البت دي. طب ما تريح نفسك وتديها سكة، ما انت عندك بدل البت 100. انا بتدخل في شغلك؟ بصراحة لا. اما هو لا، دخل في شغلي ليه؟ وانت اسمك ايه النهارده؟ مش فاكر. الحق.